وأنا بدي ابني يتزوجها. لازم تتزوج هي البنت. خلص بكفي بقى، نزلوا هالشال، أنا بدي أشوف كنتي بوضوح. لأنه هي المرة الكبيرة هي اللي بدها تضايقك، أنت مستحيل تكوني سعيدة. هي أكيد كنتوا لبعض، بس ما نزوج. كنت بدي أشوف كيف كنتي الحلوة رح تتصرف وقت يصير مع زوجها مشكلة. خفايا القلوب من السبت إلى الخميس 7 مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.